لقد سأل موسى عملاقا نتيجة اختبار معونة الله وقوة الله التي عملت معه. وهكذا أيها الإخوة سوف نأتي إلى المرة اللي جاية إلى الضربة العشرة التي تشير إلى الدم الذي بدونه لا يكون خلاص. الرب يحفظ حياتكم ويحفظ أفكاركم ويحفظ قلوبكم في محبته ويحفظنا جميعا من شرور العالم. له كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين. إحنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن الضربات التسعة الأولى وحكمة الله من هذه الضربات، وأبقينا موضوع الضربة العاشرة وهي ما تعرف باسم ضربة الأفكار، وموضوع خروف الفصل إلى اليوم. ولا أظن أني سأستطيع أن أنتهي من الموضوع ده النهاردة، لأن هذا الموضوع ذو أهمية خاصة من حيث أن خروف الفصل إنما يشير إلى المسيح فصحنا الذي للعهد الجديد، وهناك رموز كثيرة وفوائد جنة تختص بالدم. ولذلك أرى قبل أن نتكلم أن أقرأ هذا الجزء كما ورد في الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج. يقول الرب لموسى وهارون: كلم كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء شاة للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفءا لشاة يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة، تكون لكم شاة صحيحة. ده الكلام بقى ده عن خروف الفصل اللي بنسميه احنا خروف الفصل، شاة صحيحة ذكرا ابن سنة تأخذونه من الخرفان أو من المواعد، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه، لا تأكلوا منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وذوبه، ولا تبقوا منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار، وهكذا تأكلونه أحقاءكم مجدودة، أحذيتكم في أرجلكم، عصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجلة هو فسح للرب، فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل ذكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين أنا الرب، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر، ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب،
في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية، 7 أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. والسبح لإلهنا دائما أبديا آمين. احنا عايزين نتكلم كده براحتنا في الموضوع بتاع الضربة العشرة، لان فيها رموز روحية جميلة وتأملات. طبعا زي ما شفنا ان الضربة العشرة اللي هي سبقها 9 ضربات، وفي خلال هذه الضربات 9 كان فرعون مصر يماطل ويحاول ويناول ويرفض ويتقسى قلبه، لكن الضربة العشرة كانت ضربة حاسمة أطلق الشعب بعدها. في موقع الضربات 9 من الناحية التأملية الروحية ناخدها رمز للجهد البشري في تخليص الإنسان لنفسه بدون دم. أما الضربة العشرة فهي تشير بوضوح بما لا يدع مجالا للشك أنه لا خلاص إلا بالفداء والدم. الضربات اللي جات من الضربات مش هينة، وإحنا عددناها كلها، وكان فرعون يصرخ والشعب يصرخ والله يرفع الضربة ومع ذلك يرجع تاني. لكن الضربة اللي هي كما سنتكلم كانت ضربة حاسمة. هنا بنشوف أثر الدم. الضربات 9 اللي فاتوا اللي سبق الضربة 10 نقدر نسميها ضربات تحذيرية لفرعون ولشعبه. أما الضربة 10 فهي ضربة الموت. وإحنا هنا نلاحظ حاجة، نلاحظ أن الله يحذر كثيرا، لكن بالنسبة للإنسان الذي لا يسمع لتحذير الله النتيجة تكون إيه؟ الموت. في نقطة تأملية لطيفة، الضربة 9 اللي هي سبقت الضربة الموت دي، هي الضربة 9 كانت هي ضربة الظلام. كل أرض مصر لمدة 3 أيام صارت في إظلام كامل. يقول الله لموسى مد يدك نحو السماء فكان ظلام دامس. أرجو خلي بالكم من كل كلمة، مد يدك نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر حتى يلمس الظلام. فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام ولم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام. خلي بالكم احنا جايين دلوقتي للدم بتاع الخروف، خروف الفصح يرمز للمسيح. الكلام ده مش استنتاجي، ولكن معلمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى لكولوسوس الإصحاح 5 والعدد 7 بيقول كده بصريح الأغار، لأن المسيح أيضا فصحنا قد ذبح لأجلنا بما لا يدع مجالا للشك ولا للاستنتاج. فإحنا جايين دلوقتي خروف الفصح ده رمز للمسيح ولذبيحة المسيح التي تمت على الصليب. طيب قبل الضربة 10 كان ايه؟ بقول لكم ضربة الظلام دي بتشير او بتورينا حالة العالم التي كان يتخبط فيها قبل الفداء الذي اتمه المسيح على الصليب بواسطة الدم.
فيها حاجات عجيبة. يقول له مد يدك نحو السماء حتى يلمس الظلام، عشان كل واحد يحس بالظلام. وما الكتاب المقدس بيقول في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. في ملء الزمان، كلمة ملء الزمان بتحتيها معاني كثيرة، ومن ضمن المعاني يعني حينما امتلأ كأس البشرية من الخطايا وتشوهت صورة الإنسان الذي خلق على صورة الله تشويها كاملا في ملء الزمان، ولما صار العالم مستعدا من نواحي كثيرة لاقتبال المسيح، في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. من كان يظن بعد هذه الضربة، ضربة الظلام، إن سيأتي الفرج؟ بيقولوا إن أكثر أوقات الليل خلقة في الظلام هي الساعات التي تسبق الفجر. إحنا بنحاول نتفهم الأمور دي من الناحية الروحية، وبنقول إن بتشتد الحرب الروحية علينا. ننتظر خلاص الرب، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. والرسول بولس يقول حيثما كثرت الخطية هناك ازدادت النعمة جدا. وحكاية ثلاث أيام، انت عارفين عدد ثلاثة بيشير ايضا يعني الى اتمام الشيء وإلى اكتمال. ده يوضح زي اللي قلتكم حالة البؤس التي كانت عليها البشرية قبل خلاص المسيح الذي كان خروف الفصح رمزا له. وبعبارة أخرى، فإن المسيح المرموز له بخروف الفصح كان يسبقه ظلام ذات. حاجات كثيرة الحقيقة ممكن نتذكرها في هذا المجال. في لوقا 5 في لوقا 5 في معجزة صيد السمك الكثير، انتوا عارفين السيد المسيح اخذ السفينة بتاع سمعان بطرس، وحينما اراد ان يكافئه وان يبعد قليلا العمق والقوا شباكك من الصيد، قال له ساعدنا الليلة كله ولم نأخذ شيء. والحقيقة ايضا من الناحيه التامليه كانت كلمات معلمنا بطرس انما تعبير عن العالم وما فيه وما يمكن ان يقدمه، تعبنا ولم نعب. وحسنا عبر معلمنا بطرس حينما قال تعبنا الليل كله. فالحياه بدون المسيح ليل وظلام، ويريت الليل والظلام ده في حاجة، إنما تعبنا ولم نأخذ، تعبنا ولم نأخذ. هكذا كانت الضربة التاسعة السابقة لضربة الأفكار وخروف الفكر، كانت هي ضربة الظلام. في الضربات التسع الأولى نلاحظ شيء، نلاحظ ان الله لم يطلب من الشعب شيء، مفيش حاجه قبل نعملوها. كل اللي شغالين اللي في الواجهه واللي في الصوره واللي بيعملوا هم موسى، هما موسى وهارون، اما الشعب فلا يفعل شيء. والامر اختلف في الضربه العاشره، لان الشعب كان ليه دور،
الشعب كان لي دور، كان عليهم أن يختاروا خروفا حوليا يعني عمره سنة، وكان عليهم أن يحفظوا هذا الخروف لمدة 4 أيام من يوم 10 من شهر نيسان إلى اليوم 14، وكان عليهم أن يذبحوه ويأخذوا من دمه ويرشوه على القائمتين والعتبة العليا. القائمتين والعتبة العليا هم هو زي الأبواب، أبواب البيوت، آدي قائمة وآدي قائمة وآدي العتبة العليا. وطبعا احنا اذا وصلنا اليوم كده وصلنا دي يعمل ايه؟ يعمل شكل قليل. وطبعا روعية ان في الارض اللي هي الناحية الرابعة انها لا ترش، ان ما يصحش ان يباس هذا الدم. الناس بني اسرائيل في الضربة 10 كان عليهم عملا يعملونه بخلاف الضربات 9 الاولى، وهذا يشير بلا شك الى الايمان بقوة الدم وفعاليه، لان اللي دفعهم الى العمل هو ايمان. بني اسرائيل ما كانش عندهم ايمان، ولعل ايمانهم قد انتعش وارتفع تدريجيا اما شاف العجائب في خلال الضربات 9 السابقه. ثم هناك نقطه اقولها، وهي ان الضربه 10 اللي هي الضربه الاخيره دي هي رمز للدينونه الابديه. حينما يظهر الخروف المذبوح آتيا بمجد عظيم، يعني نقرا في رؤيا 13:8، والضربة كانت في منتصف الليل، الملاك المهلك مر في منتصف الليل، وده بيذكرنا بكلام المسيح. المسيح في الأمثلة بتاعته تكلم كثيرا على انه يأتي كمثل ويأتي في نصف الليل، وحدثنا كثيرا عن السهر وحذرنا من النوم، وكل الأمثلة دي اللي كان بيضربها المسيح عن نبيه الثاني المفاجئ العتيد. هنا في الحتة دي أيضا لينا نقطة ما خذلنا منها، أن الضربات 9 أنا قلت لكم الأولى كانت ضربات تحذيرية، كان في فرصة للتوبة، كان فرعون قدامه والشعب بتاعه قدامه فرصة ليتوب. أما الضربة 10 ضربة الموت فلم يكن هناك فرصة للتوبة إطلاقا. هي دي الحاجة اللي احنا هتقابلنا في الدينونة الأبدية. احنا الوقت اللي احنا فيه دلوقتي هو وقت الرحمة، احنا بنستمتع برحمة ربنا دلوقتي، في كل مرة بنخطئ إلى الله وبنتقدم اللي بنطلب منه ان هو يغفر لنا يسامحنا، بيقبل توبتنا اذا كانت من القلب. لكن في ذلك اليوم لا ينفع الندم. المسيح بيصور ده تصوير جميل في الاصحاح 25 من انجيل معلمنا متى في مثل 10 عذار. الخمسه الباهلات راحوا عشان يدوروا على الزيت يضعوه في مصابيحهن، وبعدين جم خبطوا وقالوا يا ربنا يا ربنا افتح لنا. قال لهم الحق اقول لكن اني لم اعرفكن، انا ما اعرفكن، انا ما اعرفكن. خلاص انتهى الوقت. هنا الوقت اللي احنا فيه دلوقتي وقت التوبه، دلوقتي عصر الرحمه، ولكن غدا سوف يكون عصر العدل. هو تفكر ان ربنا هيفضل كده على طول؟ ابدا ابدا، هو بيدينا فرص دلوقتي. ولذلك فان معلمنا بولس الرسول يحذرنا ويقول ام هل تستهينون بغنى لطفه
وإمهاله وطول أناته غير عالمين أن نص الله إنما يقتادكم إلى التوبة. ولكن من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب والسلام بينونة الله العادلة. فالضربة العشرة دي صورة للبينونة. الضربات اللي فاتت كان فرعون يقول لهم طب معلش اطلبها عني قولوا ان ربنا يرفع الضربة دي فاي حاضر، لكن ضربة الموت ما فيش فيها شفاعة، ما فيش فيها اعتذار، دينونة عفيدة. عشان كده احنا بنصلي في الخدمة الثالثة لقطعة الصلاة نصف الليل، في القطعة الثانية بنقول بما ان الديان حاضر اهتمي نفسي وترقبي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، لانه ليس رحمة الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. ما فيش رحمة في الدينونة، اللي ما رحمش نفسه ما فيش رحمة. والآن نتكلم أيها الإخوة عن حروف الفصح نفسه. زي ما قلت لكم في بداية كلامي أن لحروف الفصح أهمية خاصة من حيث أنه كان رمزا للسيد المسيح ولذبيحته الكفارية على الصليب وللفداء الذي صنعه عن حياة البشر جميعا. وكما قلت لكم ان الكتاب المقدس اغنانا عن الاستنتاج في موضوع حروف الفصح. بولس الرسول بصريح العباره يقول لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجله. والعجيب ان سفر الرؤيا في الاصحاح الحادي عشر والعدد الثمانيه يصادق بين السيد المسيح وبين الفصح الذي تم في مصر والذي به خرج الشعب من العبودية. رؤية 11 عدد 8 حاجة عجيبة الشكل. يقول معلمنا يوحنا الرائي ومصر حيث صلب ربنا ايضا. مصر حيث صلب ربنا ايضا، ده طبعا جاي في نفس الكلام. مصر حيث صلب ربنا ايضا. المسيح اختلف في مصر، المسيح اختلف خارج اسوار اورشليم في فلسطين. مصر حيث صلب ربنا ايضا، لان خروف الفصح ده كان رمزا لصلب المسيح. لا شك ان خروف الفصح مرتبط بخروج بني اسرائيل من ارض مصر. كان الفصح وخروف الفصح لاجل الخروج، كما ان الخروج كان مستحيلا بدون الفصح ودم الخروج. على حسب الوصية بتاعت ربنا ان الخروف بتاع الفصح اللي ذبحوه واللي كانوا بيذبحوه لان هذه ظلت قريبة معهم في اجيالهم، يجيبوه في اليوم العاشر ويقعد اربع ايام، العاشر من نيسان ويقعد عندهم اربع ايام. هنا عاوزين نشوف ايه السبب ان الخروف ده ربنا قال انه يقعد اربع ايام قبل ما يذبح. سبب من ضمن الاسباب ده كان خروج بيجيبوه بين الغنم، لان طبعا بني اسرائيل كانوا كرعاة اغنام بيجيبوه من بين الغنم بس ينقوه
فيه المواصفات اللي ربنا اشترطها بلا عيب سليم عمره سنة ما فيهوش أي حاجة أبدا. وكانوا بيحفظوا طبعا النظرة في خلال 4 أيام تتبدل إلى هذا الخروف. هو ده هيبقى حاجة مقدسة شيء مقدس. هكذا المسيح أيها الإخوة الذي أخلى نفسه آخذا صورة عبد طائرا في شبه الناس ووجد في الهيئة كإنسان مجرد إنسان ولكنه خلال حياته بالجسد على الأرض التي يشير إليها حكاية 4 أيام وخلال معجزاته التي أجراها ارتدت النظرة أنها تتغير. سبب ثاني في مدة 4 أيام حتى ما تتاح فرصة لبني إسرائيل أن يتأملوا لبعض الوقت حقيقة هذا الخروف ويعدوا أنفسهم للتبال. حاجة ثالثة وهي مهمة، ربما ال4 أيام دول يشيروا إلى ال4 عصور التي مرت بهم البشرية. وأنا كلمت عن النقطة دي وأنا بتكلم عن تكوين 15. البشرية تغربت 4 عصور منذ ولدت على وجه الأرض. العصر الأول عصر ما قبل الشريعة أو عصر ما قبل الناموس قبل ما تعطى الشريعة على يد موسى. العصر الثاني هو عصر الشريعة أو عصر الناموس. العصر الثالث هو عصر الأنبياء. العصر الرابع هو عصر السيد المسيح الفصح الحقيقي. كان موضوع الفداء في علم الله الآب الأزلي، ولذلك فقد أعطى الإنسان الأول وعدا أن نسل المرأة يقصد به المسيح يسحق رأس الحي. فالعدد 4 ربما يشير إلى هذه العصور 4 إلى أن يعود الإنسان إلى الوطن الأصلي الذي كان فيه بدم هذا الخروف الذي كان رمزا منه. وانتم عارفين ان الاعداد في الكتاب المقدس لها مدلولات. العدد 4 بيشير الى الملكوت، ملكوت الله. وارتباط الفصح هنا بال4 أيام باعتبار الفصح والدم هما بداية ملكوت المسيح على القلوب ليأتي ملكوته، وهي نقطة تحول في ملكوت الله على الأرض كلها. دي فكرة أو الأفكار اللي بتدور حول حفظ الخروف مدة 4 أيام من 10 إلى 14. الله اشترط عدة شروط فيما يختص بهذا الخروف الذي ينفح. أن يكون صحيحا يعني بلا عيب، ذكرا ابن سنة، يذبح ويأكلونه مشويا بالنار مع الفطير مش مع خبز مختمر، ويؤكل على أعشاب مرة، ويأكله بنو إسرائيل وهم في حالة الاستعداد. أحقاءهم مجهودة، الأحقاء اللي هي اليوسف يعني، أحقاءهم مجهودة، أحذيتهم في أرجلهم، عصيهم في أيديهم، ويأكلونه على عجل. كل الاشتراطات دهيا انما تشير الى اشياء في المرموز اليه اللي هو المسيح الفصح الحقيقي. كونوا
اشترط هذا الخروف اللي ذكر يعني او في هذه الذبيحه ان يكون ذكرا، فلانه فديه وبديل عن الافكار الذكور في كل عائله. وانتم تعلمون ان السيد المسيح هو ادم الثاني، بدء الخليقه الجديد. اما كون عمر سنه فان السنه هي وحده زمنيه كامله تشير الى كمال الشيء. وامر الله ان يؤكل الخروف مشويا بالنار مش مطبوخ. وطبعا الشيء بالنار ده بيشير الى الالام، والنقطه دي هنرجع لها في المره القادمه ان شاء الله. اما هنتكلم عن استفادتنا نحن من هذه المدلولات في حياتنا الروحيه الخاصه. خروف الفطحه كان بيشوى على شخصين، على شيخين متعامدين، شيخ بالطول وشيخ بالعرض، صليب. كان بنو اسرائيل يفعلون ذلك دون ان يدرون. شيخ طويل يجي بالطول كده وشيخ يجي بالعرض. وكان يشوى على النار اشاره الى الالام، لا التي يحتملها هذا الخروف انما التي يحتملها المرموز اليه اللي هو السيد المسيح. اما اكل الخروف على اعشاب مره، ياكل معاه اعشاب مره، فهي تشير الى مؤهلات اتحادنا بالله. فإن اتحادنا بالله له مستلزمات. مستلزمات اتحادنا بالله التوبة والندم والاعتراف. وهذه تشير إلى شركة آلامنا أيضا مع الحمل الإلهي. تشير إلى شركة آلامنا معه لأعرف وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بالموت. وهي إشارة دائمة تتكرر إلى التذكير الدائم بطعم الموت الذي جازه المسيح نيابة عنا في ملء الزمان. العجيب إن لحم الخروف المشوي، طبعا لحم المشوي ده حاجة لذيذة ولا إيه؟ طبعا لحم مشوي. إن لحم الخروف المشوي اللذيذ كان يجب أن يؤكل على أعشاب المرة. ده حاجة دي متناقضات، حاجة لذيذة مع حاجة مرة. هذا التناقض بين اللذيذ والمر يشير إلى أن العتق من العبودية لا يمكن تحقيقه دون احتمال الألم والمرار. صحيح أن الخروف الفصح كان هو الأساس، وكانت الأعشاب المرة شيئا إضافية، ولكن مع ذلك فقد اشترط الله أن يؤكل لحم الخروف على أعشاب مرة. وقد اشترط الله أيضا أن يؤكل الخروف مع فطير مش مع خبز مختمر. إيه السبب؟ ويفضل يكون 7 أيام. الخميرة في الكتاب المقدس تشير إلى الشر، والسيد المسيح مرة قال لتلاميذه احترزوا من خمير الفريسيين الذي هو الرياء.
ومعلمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى لكورنثوس إصحاح 5:8 يقول: إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. وكان الله يأمرهم أن يأكلوا الفطير مدة 7 أيام ابتداء من الليلة اللي بيذبحوا فيها خروف الفطر، وعدد 7 انتوا عارفين بيشير إلى الكمال. ومعنى هذا إن بعد الإنسان ما يتطهر بدم المسيح عليه أن يقضي حياته كلها على الأرض اللي بيشير إليها العدد 7 في إخلاص وفي وفاء وفي حياة مقدسة لله. واشترط الله أيضا أن هم يأكلوا خروف الفصح على عجلة، على عجلة أحذيتهم في أرجلهم، عصيهم في أيديهم، الأحقاء بتاعتهم مشدودة. وهذه الاشتراطات إنما تشير إلى الاستعدادات الروحية التي ينبغي على المؤمن أن يكون عليها. المسيح إلهنا تكلم كثيرا عن الطهر الروحي وعن الاستعداد، ولعل هذا يذكرنا بما قاله الرسول بولس: فاثبتوا بمنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. ثم دلوقتي ننتقل إلى نقطة أخرى في الموضوع، في موضوع الخروف. نتكلم عن أثر الخروف، أثر خروف الفصح وأثر دم هذا الخروف. دلوقتي ربنا قال لهم: ترسوا القائمتين والعتبة العليا بالدم، وأنا هعبر، والبيت اللي حلقي عليه الدم فأعبر عنه. خلي بالكم لأن الموضوع ده في غاية الأهمية. معنى كده ان الدم ده كان بيحميه من الهلاك، ولذلك كلمة البسخة، البسخة اللي بنقولها جاية من الكلمة العبرية في ساخ، يعني عبر، ومعنى كده البسخة يعني العبور. هنا ايها الاخوة نرى ونلمس قيمة الدم. كان على كل اسرائيلي في تلك الليلة أن يحتمي بالدم المرشوش على الباب. كان محظورا عليه أن يخرج خارج الباب، لو خرج خارج الباب اللي عليه الدم يعرض نفسه للهلاك. الكلام ده معناه إيه؟ أنه لم تكن هناك وسيلة أخرى للنجاة سوى إيه؟ الدم. الله يقول لموسى: فأرى الدم وأعبر عنك. أشوف كده وعد. إنما إذا لم يكن البيت موسوما بهذه العلامة فإن الملاك يدخل ويقتل البكر من الناس، وإذا لم يكن في هذا البيت بكرا من الناس فإنه يقتل البكر من الذهب. دي أول نقطة. النقطة الثانية ان ما كانش فيه شروط من جهة الناس اللي يحتموا بهذا الدم. ما فيش شروط، المهم الاحتماء بالدم. والذي يرفض الاحتماء بالدم فانه يعرض نفسه للهلاك. وهكذا فان رش الدم على البيت كان علامة أمان لكل من هو بداخل البيت. ولذا فالدم هو خلاص لكل الأمم ولكل الأجناس ولكل الشعوب. إنما ليه ربنا اختار الباب؟ إن قال إن احنا نرش القائمتين
العتبة العليا بتاع الباب. مش معنى الباب اللي ربنا قال انه يرش بالدم، هل يعني لو رش حتة تانية جوه ربنا مش هيشوفها؟ لماذا الباب؟ الباب ايها الاخوة يشير الى مدخل الحياة، والدم كان قديما يعتبر هو الحياة نفسها. فإذا حمل الدم، فإذا حمل الباب الدم يكون قد حمل الحياة. ومن هنا نفهم كلمات المسيح له المجد حينما قال أنا هو الباب. أنا هو الباب، الباب هو المدخل. المدخل، المدخل لإيمان أي إنسان إيه؟ هو إيمانه بدم المسيح الفارق، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. ده المدخل، ده الباب، هو ده باب الإيمان، هو ده الباب. ومن لا يدخل من الباب بل يريد أن يطلع من موضع آخر فذاك كارثا ومثل. للأسف أن بعض الناس بيحاول أنهم يرجوا ربنا بطريقة أو بأخرى غير هذا الطريق، طريق الدم وطريق الإيمان بالمسيح. ناس كثير بيبقى لهم حياة كويسة، لهم أعمال كويسة، كل هذه الأمور بدون إيمان بالمسيح الفادي وبالقوة الخلاصية التي في دمه لا قيمة لها بالمرة. وأنا زي ما قلت لكم ربما أظن المرة اللي فاتت إن أعمال الإنسان كلها بدون المسيح خارجا عن دائرة الإيمان بالمسيح كلها أفكار. إذا وضعنا مليون صفر جنب بعض فالقيمة العددية ولكن الواحد الصحيح الذي يشير إلى الإيمان هو الذي يجعل قيمة للصفر الواحد. يبقى عشر، صفرين، مية، ثلاث صفار، ألف، أربع صفار، عشر ثلاث، خمس صفار، مئة ألف، وهكذا. ده بالنسبة للإنسان اللي خارج دائرة الإيمان. أما الإنسان الذي هو داخل دائرة الإيمان فإنه يلزمه الأعمال أيضا، لأن الإيمان بدون أعمال ميت في ذلك. طيب، هل رش الدم على القائمتين والعتبة العليا كان كل شيء؟ لا، لم يكن الدم هو كل شيء، لكن كان على بني إسرائيل أن يأكلوا من لحم الخروف. خلي بالكم من النقطة، كان عليهم أن يأكلوا من لحم الخروف المشوي على النار. الأكل هنا يشير إلى إيه؟ الأكل هنا من الخروف اللي خدنا الدم ده وعملناه على القائمتين والعتبة العليا، إنما يشير إلى قبول الفادي الذي يتحد لحمه بلحمنا. معلمنا بولس الرسول في الرسالة الأساسية صح 5 عدد 30 بيقول إيه؟ لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. ولا شك أن رش الدم وحده ما كان يفيد شيئا كما قلت لكم، ما لا يفقده أكل جماعة إسرائيل من خروف داخل الدين. رش الدم إنما يشير إلى الانتماء الظاهري لشعب الله، لكن المطلوب إلى جانب هذا أن نتطهر به ونصير واحدا معه. ومن هنا قال المسيح له المجد: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيه.
احنا عاوزين نتحد بيه. احنا ما بناكل اكل بيبقى ايه؟ اي اكل بيتحول فينا بيضاف الى جسمنا. وما الواحد بيكبر ازاي وبينمو وهكذا. بالنسبة للمسيح طبعا الموضوع ده انا حستوفيه بحثا، معرفش بقى في المرة الثانية ولا اللي بعديها، اما نتكلم على استمرار الذبيحة في العهد الجديد لازم الدم ده مجرد الايمان والانتماء الى جماعة الله، بالاضافة كده لازم يكمل من الخروج. عشان كده احنا لابد ان نأكل من جسد المسيح ودمه، وهذه الذبيحة التي نقدمها على المذبح انما هي استمرار لذبيحة الصليب. نقطة ثانية فيما يختص بالخروف، كان محظورا على كل غريب ان يأكل من خروف الفطر. المختتن فقط، المختون فقط هو الذي يأكل. والختان كما اعطاه الله لابراهيم كان علامة انتماء وعلامة عهد في لحم الانسان، عهد بيني وبين الله. وهكذا الختان كما نعلم رمز للمعمودية. المعمودية هي الباب، المعمودية هي الباب. كل من لم يعتمد، كل من لم يعتمد فإنه ليس له خلاص ولا يمكنه ان يتمتع بشيء من بركات المسيح في كنيسته. نقطة اخرى نلاحظها ايضا في كلام الله بالنسبة لخروف الفصح، ان خروف الفصح لم يكن عملا فرديا ولكنه كان عملا جماعيا. الله يقول لهارون وموسى يقول لهم ايه؟ كلم كل جماعة اسرائيل، كل الجماعة. صحيح ان كل واحد مسؤول عن نفسه، ولكن ايضا من ناحية اخرى كان شريكا متضامنا مع الجماعة، شريكا مسؤولا عن خطايا الاخرين. احنا بنقرا في يشوع 7 بعد ما اخذوا اريحا، بعد ما دخلوا ارض كنعان، وبعدين واحد اسمه عاشان ابن كرمي اخذ الثياب الشنعاري والحاجات دي هيا، جم الشعب امام قرية عاي، قرية حقيرة اذا قيست بمدينة اريحا المحصنة ذات الاسوار، وانهزم الشعب. وبعدين الله اعلن انه في وسط حرام يا اسرائيل، وهذا يشير الى ان كل الجماعة تتحمل خطية الفرق. كلنا متضامنين. الفكرة دي ارجو ان احنا ناخد بالنا منها. عشان كده احنا بنصلي مثلا في القداس الالهي ونقول اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدي، مستحقين كلنا أن نتناول من قداسك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نصير جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. احنا مسؤولين عن بعض. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا. هذه الإنعزالية، الروح الفردية، ان كل واحد يقول انا بدل ماشي كويس انا مش دعوة بغيري. لا، احنا مسؤولين عن بعض. او واحد منكم يقول الكلام اللي قاله قايين حينما سأله الله وقال له اين هابيل اخوك،
قال له أحارس أنا على أخي؟ قال له كده طيب. استمتعنا كلنا ببركات المسيح وبركات الفداء، ده عمل جماعي، ولذلك احنا مسؤولين عن بعض. الذي يعرف ان يفعل حسنا ولا يفعل فذاك خطية له. ماذا يحدث ايها الاخوة لو نحن كلنا اهتمينا اهتمام واحد ببعض، دورنا على بعض؟ وكثيرا ما قلت انا هذا الكلام ليكم في مرات سابقة، لو كل واحد وحده واحد راح يسحب واحد او واحدة في ايدهم يدخلوا يفتقدوا هؤلاء الناس في الدين، يعملوا عمل فردي زي يوسف ما راح يفتقد سلامة اخوته يطمن عليهم. احنا كلنا مسؤولين، نحن جسد واحد، احنا كلنا جسد واحد، ورأس هذا الجسد هو المسيح. والرسول بولس يقول ان تألم عضو تألمت معه سائر الاعضاء. انا حاسس ان في اعضاء كثيرة فينا متألمة، تألم الخطية، تألم الفقر والفاقة، تألم المرض، واحنا مش حاسين. فين ده؟ فين ده؟ اعملوا معروف، التفتوا لأنفسكم والتفتوا للحساب الذي أنتم مزمعون أن تقدموه أمام المسيح في ذلك اليوم. تأكدوا أن كنتم مش هتقدروا تعتذروا. الذي يعرف أن يفعل حسنا ولا يفعل فذاك خطية له. المسيح مات لأجلنا جميعا، وبحسب تعبير الرسول بولس فهو مات لأجل الجميع لكي يحيى الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. هذه الوحدة، ذبيحة القداس الإلهي بتوحدنا، اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قداسك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نصير جسدا واحدا، نحن مع بعض ومعه جسدا واحدا، لأنه هو رأس هذا الجسد ونحن جميعا نؤلف أعضاء هذا الجسد، نصير جسدا واحدا وروحا واحدة، ونجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسين الذين أرضوك مجبتك. نخلص من الجزء ده عشان ما نزعلوش. تعالوا بينا النقطة في موضوع خروف الفكر. موضوع خروف الفكر زي الصليب، إنما يمثل عصرة وذهاب. لو كان حد، مين كان يصدق إن لو واحد قال لهم تذبحوا خروف وتاخدوا الدم وتعملوا على القائمتين والعتبة العليا والملاك هيمر الليلة والحاجات دي، من كان يصدق؟ من كان يصدق؟ من كان يصدق ان هذا الدم دم الخروف ينجي الانسان من هلاك محقق؟ ربما لو ان موسى قال للشعب استعدوا للحرب، يلا كل واحد يعمل، كل واحد يجيب ابنه للجمع، كان يصدقوا هيطلعوا بقوة الحرب بقوة سواعدهم، انما يطلعوا بمجرد دم خروف. من كان يصدق هذا؟ لو انهم نحارب كان الامر يعتبر اكثر قبولا لدى عقولهم. هذه صورة لجهالة الصليب. معلمنا بولس يقول ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لان احنا اختبرنا هذه القوة في حياتنا. ويقول ايضا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عصرة ولليونانيين ذهاب. ايه حته واحد مصلوب؟ ايه يعني حته واحد مصلوب؟ دم نازل من واحد مات مقتول كمجرم
هو ده اللي يهدي العالم. ما زال كثيرون ونقول هذا في حزن، ما زال كثيرون ربما في هزء وربما البعض الآخر في دهشة، يتساءلون كيف أن الدم المسفوك على الصليب يخلص العالم كله ويهديه ويقدسه. لكن لا شك أن هذا يتم بالإيمان، فقدم قديما بالإيمان على نحو ما يذكر معلمنا بولس الإبرانيين، بالإيمان صنع أي موسى الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبصار. ما في شك أن الضربات التسعة السابقة كما قلت لكم أنعشت إيمان الشخص. نقطة أخيرة في هذا الموضوع أقولها لكم، أن الملاك المهلك الذي كان يعبر على البيوت لم يميز، هو بيضرب الأبكار البكر في البيت، لم يميز بين بكر فرعون الجالس على عرشه وبين بكر الأسير القابع في سجنه، فلا الشرف كان ينفع ولا الغنى كان ينفع ولا الشهادات العلمية في ذلك الوقت كانت تنفع. لا فيش حاجة كان يتخلص غير ايه؟ دم. هكذا دم المسيح ايها الاخوة. ان هذا الامر الذي اقوله سوف يتحقق يوم، كما تحقق في ذلك الزمان الغابر، ولن يكون خلاص إلا بالدم، دم المسيح المؤمن من قبل إنشاء العالم. نحن الآن أيها الإخوة نتكلم عن خروج الفكر. تكلمنا عن ضربة الأبصار وخروج الفكر، تكلمنا عن الجنود التي أخافه بهذه الضربة العاشرة والأخيرة، ثم تكلمنا عن خروف الفصح ذاته. فتحدثنا عن الشروط التي وضعها الله بخصوص هذا الخروف الذي دمه خلص الشعب ثم تكلمنا عن اثر خروف الفصح في ذلك الوقت. واليوم نتابع كلامنا ايضا عن خروف الفصح. تكلمنا في المرات اللي فاتت عن التسع ضربات الاولى، وقلنا ان ضربة الأبصار هي الضربة العاشرة والأخيرة، وكما تعلمون ان ضربة الأبصار زي ما ربنا امر ان يجيبوا خروف بلا عين حولي، يعني عنده حول او سنة، ويمسح هذا الخروف ويأخذ من دمه ويرش القائمتين والعقبة العليا، وحينما يمر الملاك المهلك يرى الدم ويعبر. قلنا الكلام ده وقلنا اثر هذا، وان لا نجاة الا بهذا الدم، حتى لو كنت واحد من بني اسرائيل مثلا شعب او بنت، لو كنت من بني اسرائيل بره بيت من البيوت المغطوشه بالدم كان يهلك. الفكره هي فكره احتماء بهذا الدم،
احتمال في هذا الزمن، وكل ده بيمكن لان زي ما اتكلمنا ان خروف الفصح كان رمزا للمسيح فصحنا الذي للعهد الجديد، ودم الخروف كان رمزا واشاره الى دم المسيح الذي اهرق على الصليب. مكان الاحتماء بالدم لانه بدون فك دم لا تحصل. النهاردة اتكلمنا عن حاجات كتير، وارجو ان تكونوا متابعين، وحبذا ان تكتبوا مذكرات كده نقط كده تنفعكم، الواحد ينسي والحاجات دي تبقى ذخيره بالنسبه للصغيرين وبالنسبه للكبار. نتكلم اليوم لماذا ضربه الاطفال، يعني ليه ربنا اختار ضربه العشره انها تكون ضربه الاطفال عند الملاك يمر ويميت كل بيت في كل بيت ليس فيه علامة الدرس. إذا لم يوجد البيت المعينات فحينئذ يهرب الملاك البيت من البهائم. هذا ما يحدث عنه الكتاب المقدس. فليه البيت؟ ليه ضربة الأفكار؟ من المهم أن نتذكر أيها الإخوة أن البكرة كان يمثل العائلة كلها، وجاء الوقت في الغرب في أوروبا في أمريكا البكر يحمل اسم العيلة. فحذاء أكثر الإسرائيلي كان رمزا لحذاء الشعب كله. هذا من ناحية. وفي نقطة ثانية، أرجو أن تتبعي إسرائيل أو بني إسرائيل في ذلك الوقت يشير إليها الله على أنه اتجه البكر في سفر الخروج إصحاح 4:22-23 من إسرائيل اجني البكر فقلت لك يعني لفرعون اطلق اجني ليعبدني فأبيت أن تطلقه أنا أطلق اسمك البكر. الفكرة دي اللي تدينا يعني توضيح طبعا كل خليقة الله بخلق ولكن احنا بنفكر ليه؟ البكر هو الأكبر والبكرية هي الأكبر، يعني أول مولود هو البكر سواء كان ذكرا أو أنثى. أول شعب أو أول مجموعة عرفت الله معرفة حقيقية كانوا هم بني إسرائيل. ومن هنا مش من ناحية التمييز عنهم، ومن هنا اعتبر اسرائيل انه ابنه البكر بحيث ان هو اول واحد او اول مجموعه من الناس عرفت الله او عرفت عباده الله. واحنا قلنا ان البكر بيمثل العائله كلها، واذا كان الله بيعتبر اسرائيل انه ابنه البكر، ابنه البكر في العائله البشريه كلها، العائلة البشرية التي تشمل البشر جميعا. إذن ففداء إسرائيل في تلك اللحظات في مصر كان يمثل فداء كل الأمم الوثنية والشعوب التي سيتم في ملء الزمان فداء. دي نقطة مهمة، مش مسألة عنصرية بالنسبة لإسرائيل ولغير إسرائيل، ولكن الله يحصر للبشر كلهم على أنه خليقة، لكن لأول مجموعة من البشر عرفت الله
والله أعلم ذاته لها. ومن هنا فقد اعتبرت أنها البدء بين الشعوب وبين الأمم في العالم كله. احنا بنقول ان الذكر دي نفس العائلة، وهكذا بني على مستوى الشعوب وعلى مستوى العالم. فان اسرائيل باعتبارها انها الابن الذكر في نظر الله، ففداء اسرائيل بواسطة الدم كان يشير الى فداء العالم كله بواسطة ربنا يسوع المسيح في الزمان بسفك دمه على عود الصليب. وهكذا حينما تم هذا الامر في ملء الزمان الفداء بواسطه الدم، حق للمسيح ان يقول لرسله وتلاميذه اذهبوا الى العالم اجمع اكرزوا بالانجيل الخليقه كلها. خلاص لم يعد يهودي ولا يوناني، عبد او حر، بربري او سكيتي، بل الجميع في المسيح وبالمسيح. ننتقل الى نقطة اخرى الكلام ده فيه انا عاوز اعرف، ما فيش حد في الكنيسة يشوف الزفة دي؟ انت ابونا انطونس ابونا بطرس، ايه مالك النهارده كده؟ ننتقل الى نقطة اخرى عن اهمية الفسق عند اليهود كعيب، لان حادث الفسق لم يكن حادثا فريدا ووحيدا، ولكنه ظل يتكرر سنة بعد اخرى. ونحن هنا نتكلم عن أهمية الفصح عند اليهود كعيد. عيد الفصح اليهود كان عندهم أعياد كثيرة، وعيد الفصح يمثل أهم أعياد اليهود كلها، ولا عدد في ذلك، فإنه بيمثل أو بيرتبط بفكرة عقدهم من العبودية وتحريرهم من عبودية مصر. أول حاجة يقول الرب عن الفصح وموعده، هذا الشهر اللي هو شهر نيسان اللي كانوا بيعيدوا بذبح خروف الصفقة الرابع عشر منه، ولهم هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، يعني أول شهور السنة، هو لكم أول شهور السنة. جسد الخروف إصحاح 12 عدد 3-2. كانت السنة اليهودية تبتدئ مع الخريف، شهر نيسان بيقابل شهر ابريل وده في الربيع، انما كانت السنه اليهوديه المدنيه اللي بيتعامل بيها تبدا مع الخريف في شهر، كانت تبدا بشهر في شهر تشرين الذي يقابل شهر اكتوبر. ولكن ابتداء من الفصح وبحسب امر الله صار لهم تاريخين، احدهما ديني بيبتدئ بالتاريخ بتاع ذبح خروف الفصح، والاخر مدني للتعامل. اليهود لهم سنتين او تقويمين او تاريخين، تاريخ مدني كان قبل حادث الفصح، وتاريخ ديني او تقويم ديني بدا بالفصح. لقد اصبح شهر نيسان اللي هو ابريل اول شهور السنه الدينيه عندهم، وبقيت السنة المدنية تبدأ في الخريف بما تحمل من اهتمامات دنيوية، أما السنة الدينية فتبدأ في الربيع. النقطة دي ما نقدرش نسيبها أبدا، لأن فيها بدالة قريبة للغاية. السنة المدنية كانت بتبدأ في الخريف، والسنة الدينية التي تأسست على أساس الدم وعلى اساس الخروج بامر الله بدات
في الربيع. احنا نسأل الوقت نتأمل في هذا وكيف ان حادث الفتح وحادث دم الخروف نقل هذا الشعر من الخريف الى الربيع. من خريف الحياة الروحية الى ربيع الحياة الروحية. تصور الخريف في ايه؟ خريف فيه ظهور كل الاشجار بتسقط الاوراق. خريف وبدل ما فيش اوراق ما فيش ثمر. هكذا نحن بدم المسيح ايها الاخوه قد انتقلت البشرية كلها من خريف إلى ربيع. مسألة دي مش مسألة ناخذها كده بالمعنى الرمزي وكذا، لكن إن كنا كلنا قد تقدسنا بدم المسيح فينبغي أن تكون حياتنا كلها ربيع. يمتاز بالإظهارات ويمتاز بالاعتدال الجميل. لكن حياتنا حياة ربيعية، حياة مزهرة، حياة مثمرة، حياة مقبولة. نقطة ثانية في هذا الأمر، كان الفتح عيدا لتذكار عصفهم من عبوديتهم وتحذيرهم منهم. يعني السنة الدينية دي أما ربنا قال لهم إن الشهر يكون لكم رأس الشهور أو من شهور السنة اللي هو بيطرد للفصل، ماذا كان يقصد الله؟ ربنا كان يقصد إيه كده؟ إن عمر الإنسان أيها الإخوة لا يبدأ بميلاده الجسدي بل بحياته الجديدة مع الله. وليهم سنة وليهم تقويم وليهم تاريخ. ما معنى ان ربنا يقول لهم لا تبدأوا تقويم جديد بدايته هو هذا الشهر اللي فيه الفطر؟ معنى كده ان العمر الجسدي ملوش قيمة أبدا، إنما عمر الإنسان يبدأ بتجديد حياته مع الله ومعرفة لله المعرفة الوحيدة. أذكر سمعت عن أب من الآباء راهب انتقل في سنة 40، وبعدين هو كان شيخ معمع عنده حوالي 90 سنة. وبعدين جول ناس زوار شافوه بيه في السن كده قالوا له ابونا عنده كم سنه دلوقتي؟ انا معرفش 40 يعني سن كده قليل. فالناس يعني ظنوا ان دي فتاهه وستي. وبعد ما انصرفت احد الاباء الاخرين جه بيداعب ابونا ده كان قديسا وقال لي مش كده بقى كده برضه تكسر نفسك عشان الناس تضحك علينا كده. قال لي يا ابونا العمر اللي الواحد مقضاه في العالم ما يتحسبش من عمره، ما يتحسبش من عمره. احنا النهارده بنعمل اعياد ميلاد ليها مثلا، الناس بتعمل اعياد ميلاد ليها. ده عيد الميلاد الجسدي، انما كان يبقى لو امكن يكون في عيد ميلاد روحي بدايه معرفتنا بالله
بداية سلوكنا السلوك الحسن، بداية وضع أقدامنا على طريق الحياة وطريق الله. النقطة مهمة جدا، إنما إحنا كلنا كل همنا بنفكر في الأرض، بنفكر في الجسد، بنفكر في الحاجات المنظورة. لقد دخل السيد المسيح إلى بيت زكريا بعد ما التقى به وهو بين أغصان شجرة الجنيه، وقال له أسرع وانزل يا زكريا لأنه ينبغي اليوم أن أكون في بيتك. نزل المسيح رب الزكاة ووافق زكريا أمام المسيح وأمام الحاضرين، يقول ها أنا رب أعطي نصف أموالي للفقراء، وإن كنت قد وفيت لأحد أرد له أربعة أضعاف. كان هذا انقلابا في حياة زكا، زكا الذي ظل يتعبد طوال عمره للمال، من أجل المال ومن أجل جمع المال ومن أجل تكديس المال. كان بيظلم وكان بيجهد وكان بيجهد بالناس باعتباره عشارا يجمع الضرائب للدوله الرومانيه. قعد يجمع في المال ده هو، ولكن امام المسيح وامام محبته سقط هذا التمثال وتحطم على نحو ما سقط الاله داوود الوثني الصنم الوثني قال ما ادخلوا تابوت عرض الرب قديما في المعبد. دخل المسيح الى بيت زكا وقد دخل الى قلبه فتحطم هذا التمثال وازدرى زكا بالمال وبقيمته وبمحبته له. ها انا رب اعطي نصف اموال للفقراء، وإن كنت قد وفيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. الشريعة في العهد القديم كانت تأمر في مثل هذه الحالة، حالة الوشاية والظلم، أن يرد لي باقين. أما زكا فقد تناهى في الفضيلة وتناهى في احتقاره للمال وتجاوز الضعفين إلى أربعة أضعاف. هنا المسيح أعلن وقال اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. أيوه هو ذا، هي دي بداية الطريق. كل الأصنام التي كان يتعبد لها ذلك الرجل الذي يدعى زكا سقطت، ولم يكن شيء آخر في قلبه إلا ربنا يسوع المسيح. إحنا نستمع فينا هذا العلم، وكل واحد يراجع نفسه ويشوف الأصنام التي نصبها في قلبه. ذا صنم لكذا وذا صنم لكذا وذا صنم لكذا، ما أكثر الأصنام. وهنا نتذكر الوصية الأولى التي أعطاها الله قديما، الوصية الأولى من الوصايا العشر: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. وهذه الوصية على بساطتها نأخذها على أنها معبودات وثنية أو غير وثنية، لا، لأننا بنتعبد لشهوات كثيرة تصل إلى حد العبادة. الناس فقط بيقول الكلام، واحد يحب وحده ويقول ده معبودات، يقول الكلام ده اللي بيحبها حب عباده. ما اكثر الامور، ما اكثر الامور التي ينحرف فيها البشر. احنا عايزين كل واحد النهارده يقعد مع نفسه شويه، يحاول أن ينقي قلبه من كل الأصنام
حتى لو بدت ضئيلة أو صغيرة. عاوزين تكون عبادتنا لله خالصة من كل شائبة. حينئذ ننطلق. المسيح حررنا ونحن لا نريد أن نتحرر. تأكدوا أن المسيح حررنا من كل خير ونحن لم نعد بعد عبيدا لخطية أو لشهوة أو لرغبة بشرية. المسيح حررنا وعلينا نحن أن نمارس الحرية. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. ولتكن بداية معرفتنا لله حتى لو كان في هذه الليلة. ليكن هذا هو الميلاد الروحي لنا. نتذكره ونحتفل به سنة بعد سنة وعاما بعد عام. فما أطيب أن يتذكر الإنسان أمر خلاصه وكيف عرف الرب وكيف بدأ حياته معه وكيف تحرر من كل القيود. عشان كده ربنا كان بيعمل تأكيد على الحاجة بتاع الكفر. أولا يكون هو ده الشهر ده رأس الشهور وتتعمل سنة جديدة يبقى هو ده أول السنة. والفصل تذكاره يتكرر كل سنة. لازم يتذكر الإنسان إحسان الله معه ذلك. كان يعتبر عيدا وليس عيدا فقط بل انا قلت لكم انه كان اعظم اعياد اليهود كلها. كان يعتبر عيد على الرغم ان هم في حيوان بريء كان بيتعذب. الخروف ده ذنب ايه؟ الخروف اللي تداهم من الهلاك واللي خلصهم من المهلك ذنب ايه الخروف ده؟ لا شك ان الخروف كان يتألم وهو بريء. وفضلا عن ذلك مش بس مسألة ذبح هذا الخروف ولكن اكله مشويا على النار شوي بالنار. ومع ذلك فهناك مفارقة بين هذا الذي يتألم بالذبح وبالشيء عن مرض ومن ناحية ثانية هم ده بيعتبروا عيد بل أعظم أعياده. أما نيجي بقى للمرموز إليه اللي هو السيد المسيح اللي ثاني الفسحة ده رمز ليه. نتبين المعاني. لقد تألم المسيح حبا فيه حبا فينا. ويقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل الرب يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمام احتمل الصليب مستهينا بالكفر. كانت هناك مقرة على الرغم من ان في ألم وفي عذاب لا يوصف ومع ذلك يعتبر عيد في سرور عن المسيح. ده كل ده يزيد من قيمة الخلاص الذي أتمه المسيح. خلاص طبيعي. المعنى ده يؤكده المعلم بولس الرسول في الرسالة الأولى لكورنثوس الصحة الثانية بعد السبعة. يقول لأن فتحنا
أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيش المسيح يذبح ونحن نعيش. معلش من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الطريق واستهان بالخزي. كل ده يدينا فكرة عن قيمة الخلاص الذي أتمه المسيح تحت أقدام الصليب، تحت أقدام المخلص، وتحت صليبه جلس العباد في كل زمان يتأملون هذا الحب، ويتأملون الدم السيال الذي يسيل حبا في البشر، الدم الذي سال حبا في الأعداء. اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ونفس استخنوس أول شهداء المسيحية الذي تشبه بمعلمه وبسيده بينما كان يرجم بالحجارة، أضاء وجهه كوجه ملاك ورفع صلاة قائلا يا رب لا تقم عليهم هذه القطيعة. الإنسان الذي يتألم حبا في من يحبه. هي عاوزة فترات خلوة وفترات هدوء ان الانسان يفضل يفكر لماذا فعل المسيح هكذا. الرسول يقول احبنا بلا سبب، والمسيح له المجد يقول هكذا احب الله العالم. وكلمه هكذا يعني بلا سبب، يعني اهو كده لا يوجد سبب ابدا لمحبه الله للبشر. البشر الذين كانوا يعادون الله ويتحدون ويتذمرون عليه ويتمنون في كل وقت، وبعدين برضه بالرغم من كل ذلك ربنا امين في محبته. وهنا تذكر معلمنا بولس الرسول هذه الامور ويقول ألعل عدم امانتنا تبطل امانه الله حاجه، بل ان كنا نحن غير امناء فهو وحده يبقى امينا الى النهايه لن ينكر مكه. والان ننتقل الى نقطه اخرى في موضوعنا عن اوجه الشبه، زي ما اتكلمت وياكم في اخر فكر التكوين عن اوجه الشبه بالنور. بالنور وبين السيد المسيح. هكذا ايضا نحن نعقد الان المقارنه بين الفسق خروف الفسق وبين فسق العهد الجديد الذي هو ربنا يسوع المسيح. انتوا عارفين ان كلمه فسق يعني عبور. كلمه فسق يعني عبور. اختيرت ذبيحة الفسق خروف. كان ممكن يكون حاجة تانية. لو على الدم في حاجات تانية فيها دم. والمسيح قيل عنه في أشعياء كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يستخفها. اشترط الله شرطا في خروف الفصح انه يكون بلا عيب. ما فيهوش عيب طبعا بقدر ما يحتمل الرمز. الرمز مش ممكن يبقى زي مرموز اليه، انما حاجات تقرب. كان يختار الخروف بلا عيب. والمسيح كان ايضا كاملا وقدوسا وبلا شر. يقول عنه معلمنا بطرس في رسالته الاولى عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بل بدم كريم
كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. والرسول بولس في رسالته الى العبرانيين يقول عن المسيح انه قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاه وصار اعلى من السماوات. نقطه ثالثه، في الفتح اليهودي كان الخروف البريء يذبح نيابة عن صاحبه المذنب الذي يستحق الموت. فلذلك دي النظرية الأساسية في فكرة الفدية أو الفداء، الخروف البريء يذبح نيابة عن صاحبه المذنب الذي يستحق الموت، وبهذه الطريقة كان يعتبر فدية عن صاحبه، وكان يتم ذلك بالذبح. والمسيح قيل عنه، لأن الخروف كان بيذبح نيابة عن صاحبه المذنب بيرفع بيشيل خطيته، والمسيح قيل عنه إنه حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. وكما ذبح قصة العهد القديم كذلك ذبح المسيح بحسب تعبير الرسول، لأن فتحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. وفي سفر الرؤيا رأى يوحنا الراعي الخروف الذي ذبح، إشارات كثيرة جدا وكلام كثير جدا عن خروف المذبوح. لقد طلب المسيح عن البشرية ومات، ويقول معلمنا بولس الرسول وإن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع اذا مات، يعني هو مات نيابة عنهم خلاص. ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا مات، فاعتبر موت المسيح هو موت البشرية كلها. وهكذا العبد الالهي قد اخذ مجراه، وهو مات لاجل الجميع كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات لاجلهم رفع. ويقول ايضا الرسول بولس في العبرانيين واما المسيح بدم نفسه دخل مره واحده الى الاقداس فوجد فداء ابديا. النقطه الرابعه في اوجه الشبه، ان دم خروف العهد القديم المرشوش على القائمتين والعتبة العليا خلص ابتار اليهود من الملاك المهلك، والمسيح إلهنا دمه يطهرنا من كل خطية ويخلصنا، لا من ملاك مهلك يهلك ذكرا، ولكن دمه يخلصنا من الهلاك الأبدي. فإنه ليس